سالي اليوم ندير لكم لا ريسيت تاع لي بيزيكلير سالي. انا درتهم بكريم وبازيليك وبالفرماج شيدار. دوك عندكم لا باتاشو هذه تقدروا نتوما تستعملوها في السالي في السكري. سي دون باتاشو جي pour les pièces montées, pour les éclairs sucrés ou la déroha pour les salés. Bon, pour les ingrédients à la pâte, il sera 20 cl d'allemand ou 200 ml d'allemand. Il sera 125 g de farine, 75 g de beurre, une pincée de sel. كان يقولوا بلاباتا شو نغسلت واعره مي انا نقول لكم ما تامنوهمش باسكو ماشي كاع واعره تكتب وتخو فاسيل نسحقوا لا كاسرول بون نفرغوا الماء و لو بور مع الملح ونديرهم في النار حتى يغليو حتى يزيد الذوب ويبدا يغليو ميلونج تاعنا غلا دب زبدة قاعيتك دوكا نرمو لا فارين اون اون سول فوا هكذا وخلطو مليح بلا سباتول دوكا نخلطو هاد لو ميلونج في النار تكون شوية قليلة بوندون 5 مينوت حتى وين تجيناك شغل اون بول ولاباط هادي ديكور لي باوا تاع لا كاسخول وباش تفيقو بلي خلاص في لا كاسخول تكون كاينة اون فين بيليكول تاع لاباط تجي فيها طبقة صغيرة تاع لاباط تلصق فيها هنا لوبيراسيون شغل لازم نشفوها نقصوا لوميديتي من لاباط بو هنا سي بون خلطتها بيان 5 مينوت في الفودو ودوكا راني برد فيها شويه باش كي ندير لي زو ما يطيبوليش دوكا كي راهي شويه تياد نقدر ندير لي زو نبداو نخلطوا لي زو انا حتى تجينا اون بات كولونت دوكا نحطهم في الفور حتى يطيبوا حتى يولوا لي بيان دوغي ا بوبري 15 مينوت ثم عسوهم لو فور جي بريسو جو لي بريشو شوفي ا 180 ديغري هيا دوك نطيبهم ونوريكم ا توت سويت pour la garniture تاع لي زيكلير تاعنا سالي قلت ندير اون كريم و بازيليك لي انغريديون ديرو جور اون بيشاميل هنا درت 50 غرام دو بور ندوبو ومن بعد كي يدوب هنا درت فلفل كحل والملح هنا هادي واد ميسكاد حبه طيبه واقيلا عيطولها شويه من واد ميسكاد ومن بعد كي نحطهم يدوبو في النار كي يدوبو نرمي لا فارين ومن بعد نزيد 1 دو ميليتر دو لي ومن بعد مع الاخر نزيد الفرماج وكي كي تطيب لا بيشاميل نرحي لها بازيليك بون فوالا لا بيشاميل تاعنا لي بريت عندها اون بيل كونسيستونس نتوما تقدروا تزيدوا لها شيدار ولا غرويير دير لها البازيليك نرحيها سي اون فارس انا اليوم على حسب لي زانغريدون تاعي درت هكا لا فارس نتوما تقدروا ديروا اون فارس بلا فيونداشي ولا بالسلق ولا كيما اللي عندكم Les éclairs tana sont prêtes. C'est trop bon. Si vous avez, ou dites les commentaires. Ou je vais ajouter comme chacun, je vais m'améliorer. Ou voilà. Ayamela, à la prochaine vidéo, inchallah. Allez, au revoir.